تستطيع المرأة في هذا المجتمع أن تطلب العلم، تتعلم، تدرس دون الاختلاط بالرجال من بيتها الآن بهذه الوسائل المطورة المتقدمة، تستطيع أن تطلب العلم. فالمرأة الصالحة تستطيع أنها تطلب العلم في طاعة الله، لا في معصية الله، لا بالاختلاط بالرجال. نعم، فتحفظ القرآن تستطيع الآن بهذه الوسائل، تطلب العلم، تدرس، تحفظ الأحاديث، تعلم. المرأة قلنا تعلم الأولاد، تعلم النساء،